كرسي إذن مشاهدينا نشوف دائما مرحبا بكم في الجزء المباشر كيف ما كنتمو معنا الان تنظيم دوري مصغر لكرة القدم مقاطعة سيدي بليوط تحت شعار صفر درهم لملاعب القرب هذه المقاطعة هذه يعني مشاركة من العديد من الفرق واحياء وابناء المنطقة كيف ما كنشوفو معنا المدرب الدولي منير مبروك ايضا عبد الواحد رحال غني عن تاريخ شوفوا معنا شحال تبارك الله ديال الوليدات مستافدين فهاد صبيحة يوم الاحد صراحة جميلة هذه المبادرات هذه في هذه المناطق أو في هذه الأحياء الشعبية مشاركة من العديد من الأطفال باش يعمروا الوقت ديالهم ممارسة الهواية ديالهم اللي هي كرة القدم كما كتشوفوا معنا عبد الواحد رحال حاضر أيضا هنايا والمدرب الحكم الدولي حاضر الحكم الدولي منير مبروك مجموعة من الفرق وأحياء أبناء هذه المنطقة تحت شعار الروح الرياضية وصفر درهم لملاعب القرب تحت شعار صفر درهم ملاعب القرب كيف ما كتشوفوا معنا هاد الدوري هذا اللي كتجمعوا الروح الرياضيه جميل اننا نشوفوا مثل هاد الدوريات هادو صبيحه يوم الاحد يعني من اجل ممارسه هاد الاطفال هادو ابناء هاد المناطق الشعبيه يعني مشاركه في هاد الدوريات هادو تحت شعار صفر درهم ملاعب القرب يعني كنشوفوا العديد من المناطق اللي فيها ملاعب القرب كيتخلصوا اش وقع لكم انا سي موسى وقع هو انه اليوم اللي وقع انه اليوم كاين واحد الدوري اللي هو المدارس الكرويه شريك اساسي في التنميه هذا الدوري هذا اللي هو اعلان ديال افتتاح الملاعب التابعه لمقاطعه سيدي بليوط على اعتبار انه صفر درهم وهذه يعني انه الشعار ديالنا اللي هو الملاعب ديال القرب بالمجان وكنطلبوا انه اكثر ديال ابناء المنطقه والفرق المنطقه يعني المدارس الكرويه ديال المنطقه وهذا هي كاينه واحد البطوله اللي الانطلاقه ديالها بدات اليوم وستستمر الى يوم الاحد المقبل ان شاء الله
بمناسبة ديال هذه العطلة اللي كاينة وهذا. وكيف ما كتشوفوا يعني أنه الإعداد هو من طرف أعضاء ديال مجلس مقاطعة سيدي بليوط والمجتمع المدني بالمنطقة. Thank you.